الجزائر أنوان، نشرة الأخبار. وفي مستهلها، وكالة الأنباء الجزائرية تنظم لقاء حول إطلاق مشروع المنصة الرقمية للسمعي البصري. انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الأول للابتكارات العلاجية والجراحية للتكفل بمرضى السرطان. يوم دراسي حول العقار الاقتصادي. وتأسيس الاتحادية الجزائرية للنشاطات العلمية والتقنية للشباب. ندوة صحفية لتقديم حصيلة عامة حول التحضيرات لاستقبال شهر رمضان. مبادرات تطوعية لفائدة المحتاجين والمعوزين. لقاء والي ولاية سيدي بلعباس مع الفلاحين بضمان المرافقة ورفع العراقيل. دوليا، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 30,960 شهيدة. حفل تكريم موظفات لمختلف القطاعات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. العينة من الجزائر العاصمة بشار والمسيلان والبليدة. رياضيا، أبناء الباهية يعودون بتأشيرة التأهل للدورية ثمن النهائي من كأس الجمهورية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت وكالة والأنباء الجزائرية لقاء حول إطلاق مشروع المنصة الرقمية للسمعي البصري بحضور وزير الاتصال محمد العقاب ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد ومدراء التلفزيون العمومي الجزائري والإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية. المنصة الرقمية الإلكترونية تتفاعل معها جل المؤسسات الإعلامية الوطنية لتطوير وإثراء قطاع الإعلام في الجزائر بمحتوى سمعي بصري. كل مستفيد، ولكن لازم تحافظ باعتبار يعني القدرات المادية للقنوات الخاصة. شيء آخر لازم نشكر بقوة الوكالة، لأنه لو نقارن يعني مثلا يعني عدد العمال الموجودين في وكالة الأنباء الجزائرية مقارنة بالوكالة الأنباء العالمية يعني عدد بسيط جدا، يعني تقريبا 500 عامل، وقيل الدول الإفريقية كلها تفوتنا في عدد العمال بالنسبة لوكالة الأنباء، كلهم يفوتونا يعني بهذاك، وقيل حنا أكثر من تونس فقط يعني. اما لو تقارن يعني وكالة الأنباء الفرنسية ولا رويترز ولا لايبي الى اخره، يعني اذا عندهم عدد عمال كبير، عندهم القدرة على انتاج الصور والمادة الإعلامية. ومن هذا المنطلق، من هذه المقارنة اللي خلينا نوجه شكر خاص للمدير وكالة الأنباء الجزائرية وللطاقم ولكل الصحفيين، ونهنيكم على هذا الانجاز ونتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم. احتضنت قاعة المحاضرات ابن الهيثم بالقطبية الجامعي بولاية المسيلة الملتقى الوطني الأول للابتكارات العلاجية والجراحية للتكفل بمرضى السرطان. هذا بحضور السلطات المحلية المدنية والأمنية وكذا العسكرية. الملتقى عرف حضور أساتذة وطلبة مختصين من مختلف ربوع الوطن. التغطية للعويجي جلولة. إن موضوع الملتقى الوطني المنظم اليوم يكتسي أهمية بالغة لارتباطه بصفة مباشرة بالصحة العمومية وحياة المواطن، خاصة مع تفاقم انتشار مرض السرطان بكل أنواعه، الأمر الذي يقتضي منا تشخيصا حقيقيا للأسباب المؤدية لذلك، بالإضافة إلى البحث عن الطرق والسبل الوقائية والعلاجية المتطورة الكفيلة بتقويل هذا المرض والتكفل الأمثل بالمريض. تم تنظيم الملتقى الوطني الأول بعنوان الابتكارات العلاجية والجراحية للتكفل بمرضى السرطان، هذا تحت الرعاية السامية للسيد وزير الصحة وتحت إشراف السيد والي الولاية، حيث تم تنظيم بحضور الأطباء الولاية وطلبة كلية الطب الجامعة وكافة إطارات القطاع على مستوى الولاية، حيث تم تنظيم هذا اليوم نظرا للتزايد الملحوظ في عدد المرضى المصابين بمرض السرطان، وبحضور أطباء باحثين على مستوى مراكز الاستشفائية الجامعية اللي نشكرهم على الحضور هذا، ونتمنى الشفاء لكافة مرضانا على مستوى الولاية. الحمد لله على هذا اليوم السعيد اللي اجتمعوا فيه كل الأساتذة والباحثين لمعالجة المواضيع المتعلقة بمرض السرطان من كل النواحي، الناحية الجراحية، ناحية الشيميوثيرابي، الأونكولوجي، الليمينوثيرابي، الراديوثيرابي.
قام والي ولاية المدية السيد جهيد موس بالإشراف على فعاليات اليوم الدراسي حول العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. الموسوم بالعقار الاقتصادي أداة لتطوير الاستثمار. تفاصيل أكثر نتابعها في تغطية حسام الدين العروسي. شرحنا الترسانة القانونية الخاصة بحماية العقار الاقتصادي وكذلك التشجيعات الممنوحة لهذا المستثمر فيما يتعلق بحصوله على العقار وطريقة كذلك اكتسابه لهذا العقار. كذلك ناقشنا الحماية القضائية الممنوحة لهؤلاء المستثمرين ولا سيما تشجيع المشرع على التحكيم كوسيلة من وسائل حل النزاعات يعني بدلا من اللجوء إلى القضاء الوطني، وهي النقاط اللي مبادئ أصبحت مبادئ عالمية. في تطرقنا إلى الحماية القانونية والقضائية للاستثمار والمستثمر، وبصفة عامة المداخلات كانت في المستوى والنقاش أيضا في كان مستوى، والدليل على ذلك أنه حضور كل إطارات المعنية، مش حضور فقط رسمي وإنما حضور حتى في النقاش إلى استنفاذ جدول الأعمال اليوم الدراسي. ورفعت توصيات كما سمعتها وتوليت على ما سمعنا، جلها تصب في إضفاء الشفافية أكثر وتدعيم المستثمر أكثر، وما تم التأكيد عليه هو الدور الإعلامي الذي لابد أن يبرز المجهود الذي تقوم به الدولة في هذا الميدان. تشرفت ولاية شلف بوضع اللبنة الأولى لتأسيس الاتحادية الجزائرية للنشاطات العلمية والتقنية للشباب بمركز التحضير والاسترجاع سلواتي. حضر الأشغال 19 ولاية ممثلة ب14 رابطة ولائية للنشاطات العلمية والتقنية للشباب. مختار بن علي في المتابعة. منهم كذلك 14 رابطة علمية ولائية اللي راح تشارك معنا في هذا الحدث، ألا وهو تأسيس هذه الاتحادية. نحن هنا إذن في شلف بصدد المشاركة في تنشئة فكرة جديدة تتبلور من أجل أن نتقدم إلى الأمام بخطوات ثابتة إن شاء الله في مجال ترقية الحركة العلمية في الجزائر. على الفضاء الذي سيسمح بلم شمل كل الجمعيات والرابطات على مستوى الوطن لبعث الحركة العلمية الشبانية. وإحنا جينا اليوم عرضنا باش نسدوا الفيدرالية الوطنية للعلمية، وحنا نتمناو في الخير وان شاء الله يكون حاجة مليحة للشباب تاعنا كي يخرجوهم من الظلام الى الضوء ان شاء الله. قدموا الشكر الجزيل الى مديرية الشباب والرياضة لولاية شلف والرابطة العلمية لولاية شلف على احتضان هذا الملتقى اللي بالنسبة لنا تاريخي. الاتحادية التي كنا ننتظرها بفارغ صبر، الاتحادية التي تلم شمل كل الرابطات والنوادي العلمية على مستوى الجزائر. هناك أفكار قيمة طرحت خلال الجمعية العامة، والناس اللي جاوهم من محبي النشاط العلمي يؤمنون برسالة تربوية بتأطير الطفولة وتأطير الشباب. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله لما يحب ويرضى إن شاء الله، وبتعاون الجميع. ونشكر كذلك ولاية شلف من مدير الشباب والرياضة ومدير ديوان مؤسس الشباب على هذه الاستضافة إن شاء الله، وإن شاء الله وإعطاء المكان أو المقر لهذه الاتحادية المؤقتة إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع لينا ولأعضاء المكتب وللمجلس الوطني إن شاء الله. ومن ولاية باتنا قام والي الولاية بندوة صحفية بجامعة باتنا 2 لتقديم حصيلة عامة حول تحضيرات الولاية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وكذلك إعطاء إشارة انطلاق الندوة التشاورية مع المجتمع المدني الخاصة بالعمليات التضامنية. التغطية لتقي الدين من قريشي. إذن اليوم في البداية حبيت نعطي بعض المؤشرات الخاصة بتحضير لشهر الفضيل، ونحن الآن على أبواب هذا الشهر المبارك من جهة، ومن جهة أخرى أيضا من أجل أيضا إعطاء إشارة انطلاق للندوة التشاورية التشاركية
لولاية باتنا من أجل وضع الترتيبات الأخيرة واللمسات الأخيرة خاصة بالشهر الفضيل. إذن تحسبا لاستقبال هذا الشهر الفضيل عكفنا على أول في مجال النظافة وتهيئة المحيط. نظافة المحيط، القيام بحملات تحسيسية، قيام بحملات نظافة واسعة النطاق على مستوى كل بلديات ودوائر الولاية. تم فتح 21 سوق جواري بمعدل سوق في كل دائرة، بأن مجموع دوائر ولاية باتنا هي 21 دائرة اللي يتكفلوا إن شاء الله بتغطية المواد الأساسية والضرورية، ومن خلالهم أيضا نستقطب كل الباعة الفوضويين والباعة اللي يبيعوا في الطرق وفي الأرصفة. باتنا والهلال الأحمر الجزائري اليوم انطلقنا في حوالي 250 قفة، وسوف يصل الهلال الأحمر الجزائري إلى 10,000 قفة موزعة من طرف الهلال الأحمر والمشاركين والمساهمين معه بالتنسيق مع ولاية. قبيل شهر رمضان يحرص عديد النشطاء في مجال المساعدة الإنسانية على تخصيص إعانات لفائدة المحتاجين في أرقى مظاهر التكافل الاجتماعي والإنساني. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير شفيق تومي. في أرقى مظاهر التكافل الاجتماعي والإنساني ولتعزيز روح المبادرة والتطوع، حرص عدة شباب متطوع بولاية الجرفة على تقديم إعانات لفائدة المحتاجين والمعوزين قبيل الشهر الفضيل. الحمد لله يا ربي، الاستجابة كانت كاينة من المواطنين ومن جميع أبناء مسعد، وإن شاء الله رانا رايحين نستهدفوا الفئات الهشة اللي راها صح محتاجة الإعانات. رانا في هذه المبادرة في طبعتها السابعة على التوالي، وإن شاء الله رانا مستمرين باش نزيدوا نكبروا المشروع ونكبروا الطموح باش نعودوا نغطوا ولاية مسعد المنتدبة كامل. الله نوصلوها لأي إنسان يحتاج ويكون يستحقها، وراح نبازوا على الفئة الهشة إن شاء الله تستعمم هذه المبادرة بكل مناطق الولايات وخاصة مناطق الظل. هذه المبادرة التي عرفت ببصمة خير بولاية الجلفة ركزت على بث روح المبادرة لخدمة المحتاجين وبإعطاء روح جديدة للعمل التطوعي. يعني أننا نروح نفرح واحد زوالي، ولا نفرح واحد مريض، ولا نفرح واحد محتاج. هذا الهدف تاعنا احنا، وإن شاء الله هذه المبادرة تعم كاملة على مدينة مسعد. رانا في المائدة تاع رمضان تعود مليانة وناكلوا في كل خير، حتى الزوالي والمحتاج من حقه أنه يأكل والطابلة تاعو تولي مليانة. شكر موصول لكل من قدم لنا يد المساعدة لإنجاح هذه المبادرة، كل موصول للشيخ قدير حفزنا على الفعل هذا، فعل الخير. مثل هذه المبادرات تعزز صلة الترحم، وهذه الإعانات التي توجه لفائدة المحتاجين تعطي دورا بارزا للتكافل الإنساني والاجتماعي. وبذات الولاية تعرف الأسواق والفضاءات التجارية إقبالا وتوافدا كبير للمواطنين تحضيرا لشهر رمضان المبارك، كما عرفت عدة فضاءات تجارية أسعارا تنافسية ووفرة في السلع المعروضة جعلتها قبلة ووجهة للكثيرين. شفيق تومي مجددا. حركية تجارية كبيرة تعرفها الأسواق قبيل الشهر الفضيل، إذ عرفت عديد الفضاءات التجارية بولاية الجلفة توافدا وإقبالا كبيرين من طرف المواطنين. التجارية هذه بالنسبة للمواطن الجلفوي خلقت له منافسة، والأسعار في متناول الجميع، كذلك بعض السلع ولات متوفرة في جميع الفضاءات، والمواطن عاد ما يتعبش ما يديرش لاشان وكذا كما موال في بعض السلع كانت قدام رمضان تنقطع واللي منقطع تماما كاع. بالنسبة لهذه الفضاءات خلقت جو من وفرة تاع السلع. الله يبارك فضاءات، الله يبارك، الحمد لله يا ربي. الفضاءات قراب المواطن، قراب من ناحية الشعر النظافة، من ناحية كلش الحمد لله يا رب، كل خير وكلكم موفر، كلش موفر. فضاءات تجارية بأسعار في المتناول أصبحت وجهة لعديدين لوفرة كل المواد والمستلزمات. متوفر فيها كلش، من ناحية النظافة، من ناحية اسم الحوايج كاينين، كل شري اسمك شري وخطرة واحدة، كل شو تروح خطرة واحدة، خير ما تظل تحوش منا شري هذه شوي وهذه شوي، كاين وين تشوف لي بري، كاين كما نقولوا احنا الحوايج كل متوفرة.
تعتبر هذه الفضاءات أسواقا نموذجية تحتوي الوفرة والأسعار التنافسية للمواطن، جعلتها وجهة للكثيرين. في خبر آخر، عقد والي ولاية سيدي بلعباس سمير شيباني لقاء جمعه مع الفلاحين والمهنيين بمقر الغرفة الولائية، هذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الغرفة الفلاحية ومدير المصالح الفلاحية لمناقشة عدة مواضيع وقضايا تهم الفلاحين. والصلاة والسلام على رسول الله. في النهار المبارك كانت عندنا لقاء مع السيد والي، المبادرة تاعو اللي هز المسؤولية تاعو قال غادي نشوف الفلاحة اليوم عندكم، والحمد لله باش يسمع الانشغال تاع الفلاحين، والفلاحين يطرحوا له المشاكل تاعهم وهو يسمعهم ويهز المشاكل تاعهم. خاطر المبادرة اللي دارها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تا واحد ما دارها في العالم، باش عطى الفلاحة كاع الزريعة تاعهم زرعوا البلاد، ما بغاش الرئيس الجمهورية ما بغاش يخلي البلاد تخرج من السوكي، عطاهم الزريعة باطل. وزاد بهذا قال لهم يا ودي معليش عرفنا بلي هذه 4 سنين تاع جفاف الفلاحة مغبونين، زاد لهم قرض تاع 3 سنين مدة 3 سنين 20,000 دينار في الكتار هذيك، وزاد الله تعالى زاد راه كرمنا بالمطر، وحنا نتمنوا الخير لهاد البلاد تاعنا خاطر ما عندناش عليها وين بلادنا ونبغيوها، نتمنوا الجيل الجديد باش لارولاف تكون مليحة. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 30,960 شهيد و 72,524 مصابا، 72% منهم من الأطفال والنساء. هذا وشنت طائرة الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، إضافة إلى عدة غارات على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ننتقل إلى خبر آخر، إن نظم مكتب التحالف من التجديد الوطني الطلابي حفلا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهذا بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة. التغطية لعبد الحليم منصور. تحت شعار المرأة شريك أساسي في بناء مستقبل مشرق، نظم مكتب التحالف من التجديد الوطني الطلابي بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة. الحفل كان بمشاركة خاصة للطالبة ماريا جاجور معدة شريط حول المرأة لتكريم عائلة المرحومة البروفيسور رزيقة بالقاضية. ختامها كان مسكون بتكريم قناة الجزائر عنوان. We are the state office of the Alliance for National Student Renewal, ARAN. We'd like to welcome our distinguished guests, our active student and our generous teachers. هن نساء ما ضمن وكافحن إبان الاستعمار الفرنسي. إلى قناة أموال الجزائرية عطمت سيطة حرة عليها المهلة. اليوم قمنا بالاحتفال بهذا العيد من أجل تكريم المرأة الجزائرية سليلة الثورة التحريرية، تكريم عدة طالبات موظفات إطارات الجامعة. كان مهدى إلى النساء الفلسطينيات التي على بالنا بلي واش صرا لهم لي ديرني طون وكتا على الحرب اللي صرات لهم، راهم مهمشات، راهم معرضات للعنف للجوع لشتى أنواع الظلم. نهديو لهم هذه الحفلة تكريما لهن. يكفيها فخرا، يكفيها اعتزازا، يكفيها مجدا وتم مجيدة أن ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وسمى صورة باسمها وهي صورة النساء. نبقى مع جو الاحتفالات، إن أشرف والي ولاية المسيلة السيد نجم الدين طيار على تكريم المرأة بحضور السلطات المحلية المدنية والأمنية والعسكرية. العويجي جلول مجدلاً.
8 مارس وهو اليوم العالمي لعيد المرأة، تفضل الوالي ولاية المسيلة بتكريم كل حرائر ولاية الولاية، نشكره على هذه الالتفاتة، وأقول لنساء ولاية المسيلة خصوصا والجزائر عموما كل عام وأنتن بخير. بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة نتمنى كل الخير، كل الصحة، كل العافية، كل القوة، كل الإرادة والعزيمة لنساء الجزائر. دامت جزائرنا حرة مزدهرة متطورة، ودامت المرأة هي المجتمع. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ل 8 مارس نتمنى للنساء الجزائريات نقول لهم عيد سعيد. هذه المناسبة نقدم لهم كل تهانينا الخالصة لهم. كما يعرف الجميع الدور اللي قامته يعني المرأة الجزائرية على حقبات تاريخ الجزائر، خاصة المرأة المسيلية اللي كان عندها دور في الحفاظ على الهوية الوطنية، فهي معروفة على مستوى يعني الحقبات اللي كانت مدرسة وكانت أستاذة في المدارس القرآنية وفي الزوايا، وما زالت المرأة المسيلية تواصل يعني النضالات نتاعها، فهي متواجدة في كل يعني الهياكل نتاع الدولة. بهذه المناسبة نقول لهم عيد سعيد، وتبقوا ذخر ويبقون ذخرا للأمة الجزائرية ولوطننا العزيز الجزائر، وشكرا. أشرف والي ولاية بشار على حفل تكريم موظفات لمختلف القطاعات، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس من كل عام، الذي أبرز الدور المهم الذي تقوم به المرأة. التغطية لبن شيخ عيسى. وإنني إذا توجه إليكن بخالص التهاني وأنتن تحتفلن بعيدكن العالمي، أؤكد أن قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الدولة الجزائرية، التي أدعوها في هذه المناسبة إلى تكثيف دعمها ومرافقتها لكل جهد يرمي إلى ترسيخ التضامن الوطني وترقية المرأة ورعاية الأسرة الجزائرية. تحيا الجزائر، النجم والخلود للشهداء الأبرار. إن شاء الله نتمنوا لكم أنتم إن شاء الله ترفدوا المشعل المنور. بمناسبة عيد المرأة العالمي وهنئ كل النساء الجزائريات وبالأخص نساء ولاية بشار، وأتمنى وبتمنياتي لهم بالسعادة والرخاء إن شاء الله. وبولاية البوليدة وتحت رعاية سامية للوالي وبإشراف مديرية الشباب والرياضة، تم أحياء اليوم العالمي للمرأة تحت شعار الثامن من مارس برؤية مقاولتية. التغطية لإبراهيم قريري. استدل الستار على الاحتفالات الخاصة بإحياء اليوم العالمي للمرأة على شرف المشاركات في هذه التظاهرة المنظمة من قبل جمعية أميرة الولائية تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية البوليدة. تخلل هذا الحفل تكريم نساء متألقات من مختلف القطاعات على إثر مسيرتهن المشرفة وأسمائهن في ترفيه خدمة المجتمع تحت شعار الثامن مارس برؤية مقاولاتية. بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة كان فيها إطارات من كل القطاعات، محافظة الغابات، الجمارك، قطاع العدالة، الأمن، الحماية المدنية، في كل القطاعات، وكان جو بهيج، فرحوا بزاف، حسيتهم تنفسوا سعداء من تعب العمل. كاع النساء العالم وكاع الجزائريات خاصة نقول لهم كل عام وانتم بخير، ونحبكم بنات بلادي وولاد بلادي بيان فوالا. الجزائرية وخاصة الجمركية، لأن المرأة هنا لن تحظى بكل حضورها وقد ترقى إلى أكبر المناصب، حيث حاليا المرأة تشتغل تحمل منصب مديرة وتحمل منصب في كل الحدود الجزائرية. لذلك أتمنى المزيد من النجاح للمرأة الجزائرية والرخاء والصحة والهناء، وشكرا. وفي أخبار الرياضة، وعلى أرضية ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء في إطار الدور 16 من كأس الجمهورية بين نادي بارادو ومولودية وهران، حسم هذا الأخير النتيجة لصالحه في مباراة دراماتيكية بهدفين مقابل واحد. المتابعة لمحمد أمين عيسى.
ولأن الكأس تربح ولا تلعب في مباراة دراماتيكية جمعت بين نادي بارادو وضيفه مولودية وهران انتهت لصالح أبناء البهية بثنائية مقابل واحد. الحملاوة بعدما كانوا منهزمين في النتيجة استطاعوا العودة وتعديل النتيجة وتسجيل الهدف الثاني في الرمق الأخير ليقتطعوا تأشيرة التأهل إلى الدور الثمن من السيدة الكأس. لما خيبناهم 6 دقائق الاخيره عند التنقل كبير الانصار كنت حتكون زعما سيناريو تكون تريست لو كان خسرنا هذا الماتش. نشكر نادي بارادو على حسن الاستقبال. ما خيبناش الفريق تاعنا، ما خيبناش الانصار تاعنا اللي جاوا. بيان سور حملاوه معروفه، حملاوه توجور في القسم الاول ان شاء الله، ونقول لهم ان شاء الله يعاونونا بهم ان شاء الله نسلكوهم باذن الله. بهادو غادي يكونوا في القسم الاول، غادي نجاهدوا حتى للدقائق الاخيره. ونشكر الشعب اللي تنقل معنا واللي تبعنا ومحبين كاع تاع الفريق. ان شاء الله نروحوا بعيد ان شاء الله في هذا الكاس. انا نقول لهم هذا المنبر هذايا امين العابدين نضيف عليكم وفريق بارادو نضيف، والحمد لله احنا الموسم هذا راه ندو موسم يعني الحمد لله. اللي نشكره بزاف سي الجمهور سانسيرمون. انا كي دخلت للملعب وشفت الجمهور هذا قلت راني في زابانا، ودخلت قلت لهم بون راكم في زابانا فونافي با الدروا ليرور، راكم تلعبوا دوميسيل، سا سي تري امبورطون. هما مشكورين على كل حال. الى هنا مشاهدينا نصل الى طي اوراق نشرتنا لنهار اليوم، شكرا على كرم الاصغاء والمتابعه.